بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الجناش. عندنا في كزرولة كوباية كريمة خفق للحلويات، وهنحطها على نار متوسطة لحد ما تغلي معانا. واول ما تغلي معانا هنشيلها من على النار، وهنضيف عليها كوباية شوكولاتة خام متقطعة قطع صغيرة، وهنسيبها لمدة دقيقة. وبعد دقيقة هنقلبها كويس، وخلاص كده الشوكولاتة اختلطت كويس مع الكريمة وبقت جاهزة معانا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.